أحبتي الصغار، السلام عليكم، مرحبا بكم في حصة جديدة من حصص اللغة العربية. إذا من كتاب المفيد في اللغة العربية للمستوى الثالث ابتدائي. إذا أحبتي اليوم إن شاء الله لدينا حصة جديدة ودرس جديد جميل. إذا قبل ما نبدأ الدرس ديالنا أحبتي الصغار، ما تنساوش اشتركوا عندي في القناة، فعلوا زر الجرس، خليوا لي إعجاب من هذا الفيديو هذا. إذا كان عندكم شي سؤال أو ما فهمتوش شي حاجة فخليوه لي في بلاصه التعليق، فانا احبتي الصغار اكيد كنقرا جميع التعليق ديالكم. اذا على بركه الله غادي نبداو الحصه ديال اليوم. اذا عندنا نص وظيفي ثاني بعنوان صديق جديد. صديق جديد، احسنتم. اذا الاحظ واتوقع، ابين المكان الذي يمثله المشهد والاشخاص الموجودين فيه والشخص الذي اثار انتباهي. اذا كما كتشوفوا معايا هنا المكان الذي يمثله المشهد فهو المدرسه، وبالضبط داخل حجره الدرس. داخل حجره الدرس والاشخاص الموجودون فيه. اذا لدينا هنا تلاميذ، اذا وتلميذات، ثم هنا لدينا استاذه وهذه مديره. اذا والشخص الذي أثار انتباهي، إذا الشخص الذي أثار انتباهي هو هذا التلميذ الذي دخل للتو ومعه المديرة، ربما يكون تلميذا جديد. إذا أحسنتم. إذا انطلاقا من المشهد والعنوان، المشهد هو هذا والعنوان هو هذا صديق جديد، أتوقع ما قد يتحدث عنه النص. إذا أتوقع أن النص سوف يتحدث عن تلميذ جديد التحق بالمدرسة. أتوقع أن النص سوف يتحدث عن تلميذ جديد التحق بالمدرسة. أحسنتم. إذا نقرأ النص باش نشوفوا هذا التوقع هذا صحيح أو لا. جميل. إذا هذا النص هذا ضروري أنكم تقرأوا في المنازل ديالكم قراءة جيدة. هذا الشيء كنقوله لكم دائما ولجميع المستويات. النصوص يتقراو في الدار قراءة جيدة باش هكا ملي كتوصلوا لحجرة الدرس ديالكم يجيكم سهل أنكم تقراوه وتكونوا فاهمين. إذا نبداو القراءة ديالو. التقى التلاميذ في أول يوم من السنة الدراسية، فامتلأت ساحة المدرسة بحركاتهم وأصواتهم. كانوا مشتاقين إلى بعضهم، يتحدثون عما فعلوه في العطلة الصيفية. بعد حين دخلوا حجرة الدراسة، تصحبهم أستاذاتهم الجديدة، فتعرفوا عليها وبدأت تحدثهم عن أهمية النظام في الساحة وفي الفصل. أثناء ذلك دخلت مديرة المدرسة يرافقها طفل في سنهم، وقالت للأستاذة: هذا مجيد، إنه تلميذ جديد نقله والده من مدرسة أخرى. انسحبت المديرة فرحبت الأستاذة بمجيد وشرعت في مراجعة دروس العام الماضي. ظل مجيد متهيبا صامتا طوال الحصة، ولما أخرج دفتره ليكتب ما تمليه الأستاذة لم يجد في محفظته قلما. ناولته زينب التي تجلس بجانبه قلما فشكرها بصوت هامس. في وقت الاستراحة انطلق التلاميذ في الساحة يلعبون ويمرحون، بينما وقف مجيد في ركن من الساحة وحيدا غير منشرح. أقبل التلاميذ على مجيد وأخذوا يسألونه بفضول: أين كنت تدرس؟ لماذا انتقلت إلى مدرستنا؟ لماذا تقف هنا وحيدا؟ لم يضق مجيد بأسئلتهم بل رد عليهم: أحزنني أن أفارق أصدقائي الذين ألفتهم في مدرستي القديمة. قال خالد: مرحبا بك بيننا، نحن أيضا أصدقاؤك، تشاركنا دروسنا ولعبنا وترافقنا إلى مكتبة مدرستنا. وقالت زينب: وتتدرب معنا على استعمال الحاسوب في قاعة الإعلاميات،
وتمرحوا معنا في رحلتنا المدرسية. وبذلك نملأ وقت فراغنا بما يفيد. تهلل وجه مجيد فرحا ولم يشعر إلا وهو منخرط معهم في اللعب، وازداد سرورا حين بدأوا يرددون مرحبا بمجيد صديقنا الجديد. إذن أحسنتم أحبتي الصغار، إذن جميل. إذن دابا إن شاء الله سوف نمر إلى فقرة الأسئلة. إذن نبدأ ب أجزئ كل كلمة إلى مقاطع. إذن هنا عندنا أصدقاء، إذن أصدقاء إذا بغينا نقسموها إلى مقاطع نقولوا أصدقاء. إذن نكتبوها، إذن أصدقاء ضمة أصدقاء، ثم مديرة مديرة. ثم عندنا كلمة حاسوب، حاسوب. أحسنتم. نشوفوا دابا السؤال الموالي. أكمل كل كلمة بمقطع مناسب. إذا هنا عندنا غنديرو مكتبة، 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 محفظة، محفظة، صديقات، صديقات، أستاذة، أستاذة، مدرسة، مدرسة، رحلة، رحلة. جميل. إذن نمر الآن إلى الصفحة الموالية. إذن هنا عندنا أحذف المقطع الأول في كل كلمة وأكتب الباقي. إذن لدينا سماء، نحذف المقطع الأول غتولي ماء، نحذف ساء وغتولي عندنا ماء. عندنا هنا رمال، رمال، نحذف المقطع ري غتولي عندنا مال، مال. هنا عندنا مدار، مدار، نحذف مقطع الميم وتولي عندنا دار، دار. هنا عندنا جلباب، غنحذف جل المقطع الاول ويبقى عندنا باب، باب، باب. احسنتم. إذا نمر الآن إلى أقرأ المقاطع. عندنا هنا نم لا، إذا نقرأ نم لا أو وق ت ف را غي نا ب ما يو في دو. أحسنتم. عدنا أقرأ الكلمات. نملأ، نملأ،
وقت 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 فراغنا فراغنا بما يفيد. هي هذه نملأ وقت فراغنا بما يفيد. إذن هذو مقاطع وهنا حولناهم إلى كلمات. نملأ وقت فراغنا بما يفيد. أحسنتم أحبتي الصغار. إذن دابا نمر إلى إذن السؤال الموالي. إذن عندنا أصغي إلى قراءة أستاذتي أو أستاذي ثم أقرأ مع أصدقائي وصديقاتي. إذن الجملة الآتية وأشرحها. إذن هنا عندنا أحزنني أن أفارق أصدقائي الذين عرفتهم في مدرستي القديمة. إذن أحزنني أن أفارق أصدقائي الذين عرفتهم في مدرستي القديمة. إذن هنا الشرح ديالها هو أحزنني أن أبتعد عن أصدقائي الذين عرفتهم في مدرستي القديمة. إذن هنا مجيد يتحدث ويقول أنه حزين جدا على فراق أصدقائه الذين كانوا يدرسون معه في مدرسته القديمة، فهو حزين على فراقهم. أحسنتم. إذن المقطع الآتي وأشخصه. إذن عندنا أقرأ المقطع الآتي وأشخصه. إذن أشخصه بمعنى أن واحد غادي يمثل تلاميذ والآخر مجيد والآخر خالد والآخر زينب. إذن أين كنت تدرس؟ لماذا انتقلت إلى مدرستنا؟ لماذا تقف هنا وحيدا؟ أحزنني أن أفارق أصدقائي الذين ألفتهم في مدرستي القديمة. مرحبا بك بيننا، نحن أيضا أصدقاؤك، تشاركنا دروسنا ولعبنا وترافقنا إلى مكتبة مدرستنا وتتدرب معنا على استعمال الحاسوب في قاعة الإعلامية. إذن هنا غادي كل واحد فيكم غادي ياخذ دور واحد من هادو وغادي تشخصوا هاد المقطع هذا. أحسنتم. إذن دابا نمشيو للسؤال الموالي. إذن عندنا السؤال يقول أحسنتم، أتمنى أنه يكون واضح جميل. إذن هنا عندنا ونمي معجمي، أختار الشرح المناسب. أختار الشرح المناسب. انسحبت، هل هي جاءت أو انصرفت؟ بل انصرفت. انصرفت. هنا عندنا شرعت، بدأت أو أنهت؟ بل بدأت. هنا شرعت بمعنى بدأت. هامس، واش هي خافث أو مرتفع؟ هي خافث. تهلل الوجه، هل هو ابتهج وسر أم عبس؟ بل ابتهج وسر، فرحة. أحسنتم. السؤال الموالي، أستخرج من النص ضد الفوضى قديم حزن. جميل. إذن نرجع للنص. إذن هنا عندنا كلمة الفوضى ضدها هي النظام. كتبوها النظام. ثم هنا عندنا قديم ضده جديد. ضده جديد. ثم عندنا كلمة حزن، إذن فضدها هي فرحا. فرحا بهذا الشكل هذا، فرحا. أحسنتم. إذن جميل. إذن نرجع للتمرين الموالي. عندنا السؤال يقول أكمل بكلمات من عائلة درس. إذا هنا درس، درس، غنكتبو مدرسة. عائلة بمعنى خص هاد الحروف هادو يكونوا فيها، تكون فيها الحرف الدال والراء والسين، هذه هي معنى كلمة عائلة. إذا مدرسة، مدرسة. مدرس، مدرس، مدرس. ثم مدرسة، مدرسة كذلك صحيحة.
ثم دروس، دروس ثم مثلا يدرس، فعل يدرس، يدرس، يدرس بهذا الشكل هذا. اذا غتختاروا اي كلمه لها علاقه بهذا، ماشي لها علاقه يكون في هذه الحروف هذو، دارس يعني ضروري تكون من عائله دارس. الا لاحظتوا معايا فهذو كلهم اللي كتبت ما درستهم فيها الدال والراء والسين، كلهم راه فيهم الدال والراء والسين. جميل. اذا دابا اجيب بما امتلأت ساحه المدرسه. اذا هنا اسئله ديال الفهم، اذا فهم النص. اذا هنا بما امتلأت ساحه المدرسه، اذا غنقولوا امتلأت ساحه المدرسه بحركات وأصوات التلاميذ، امتلأت ساحة المدرسة بحركات وأصوات التلاميذ. إذا هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ماذا قالت المديرة، ماذا قالت المديرة؟ إذا هنا قالت المديرة هذا مجيد، إنه تلميذ جديد نقله والده من مدرسة أخرى. أعيد، قالت المديرة هذا مجيد، إنه تلميذ جديد نقله والده من مدرسة أخرى. سؤال مولي، كيف ظل مجيد في حجرة الدرس، كيف ظل مجيد في حجرة الدرس؟ إذا كجواب غنقول ظل مجيد متهيبا صامتا طوال الحصة، ظل مجيد متهيبا صامتا طوال الحصة. سؤال رابع، متى ازداد فرح مجيد، متى ازداد فرح مجيد؟ اذا ازداد فرح مجيد حين بدأ التلاميذ يرددون مرحبا بمجيد صديقنا الجديد، ازداد فرح مجيد حين بدأ التلاميذ يرددون مرحبا بمجيد صديقنا الجديد. احسنتم. دابا نمشيو لأحلل، أضع علامة في أمام المناسب. إذا شخصيات النص عندنا التلاميذ صحيح، المديرة صحيح، مجيد صحيح، الحارس لم يذكر في النص، الأستاذة صحيح. مكان النص، إذا لدينا الساحة ثم حجرة الدرس. مكان النص، لدينا الساحة ثم حجرة الدرس، الملعب لا، ثم المنزل لا. زمن النص، آخر سنة دراسية أو بدايتها، من طبيعة الحال بداية السنة الدراسية. إذا جميل. مشيو دابا للسؤال الموالي، ورتبوا الأحداث التالية بالأرقام 1، 2، 3، 4 وفق تسلسلها في النص. إذا لدينا أدخل التلاميذ على مجيد الفرح، التحق مجيد بحجرة الدرس، رحبت الأستاذة بمجيد، بدأ مجيد غير سعيد. إذا أول حدث هو هذا، التحق مجيد بحجرة الدرس. ثاني حدث هو هذا، رحبت الأستاذة بمجيد. حدث ثالث هو هذا، بدأ مجيد غير سعيد. الحدث الرابع هو هذا، أدخل التلاميذ على مجيد الفرحة، أدخل التلاميذ على مجيد الفرحة. هنا عندنا أنتج، ألخص الفقرتين الأولى والثانية وأستعين بما يلي، التقى التلاميذ في ساحة، في الساحة دخلوا إلى حجرة الدرس، حضرت المديرة يرافقها طفل. إذا غنقولوا في بداية الموسم الدراسي الجديد التقى التلاميذ في الساحة ثم دخلوا إلى حجرة الدرس وبعد ذلك حضرت المديرة يرافقها طفل جديد. في بداية الموسم الدراسي الجديد التقى التلاميذ في ساحة الساحة ثم دخلوا إلى حجرة الدرس وبعد ذلك حضرت المديرة يرافقها طفل جديد. إذا أحسنتم أحبتي الصغار، بهكا كنكونوا سالينا الحصة ديال اليوم، نتلقاو إن شاء الله في الحصة المجية. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء في الحصة المجية إن شاء الله.